قد أيضا في ذات السياق ونستهل نقاشنا الأول المخصص لهذه الفترة الإخبارية. سنقف إذن عند ثاني أيام امتحان البوام. إذن المترشحون يجتازون مادتي الرياضيات واللغتية الإنجليزية ومادة التاريخ والجغرافيا. بعد قليل أرحب بضيفي الكريم سمير جنات، نقابي ومختص في العلم النفس التربوي. مرحبا بك معنا. مرحبا ومساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط. أهلا بك معنا سيد سمير. بداية نتحدث عن تقييمكم لليوم الأول من امتحان شهادة التعليم المتوسط. شهدنا أمس تصريحات من قبل التلاميذ وأولياء التلاميذ عبروا عن ارتياحهم حول ظروف إجراء هذا الامتحان. نعم، من ناحية سير الامتحانات وكذلك من ناحية خاصة في المراكز، أي مراكز إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، هناك ارتياح كبير لكل لطريقة التنظيم، لكذلك أجواء لجازت فيهم الامتحانات، ولكن تبقى ردود الأفعال خاصة من عند التلاميذ، خاصة حول المواد التي امتحنوا بها أمس متفاوتة. كاين تلاميذ يقول لك كانت مقبولة، كاين اللي يقول لك كانت أصعب نوعا ما، وتبقى هذه في منظور حتى علم النفس وحتى علم الاجتماع أمور عادية. لماذا؟ باعتبار أن هناك فروق فردية بين التلاميذ، عندهم تلاميذ عندهم مستوى يمكنهم من إجابة على أي سؤال في شهادة التعليم المتوسط، أما تلاميذ آخرين مستواهم كان متوسط أو أقل. لهذا جرت العادة في امتحانات شهادة التعليم المتوسط وحتى في شهادة البكالوريا أنه تكون المعايير ثلاثة. يعني المعيار الأول تكون مواضيع أو تمارين تكون من المستوى الأصعب نوعا ما، وهناك تمارين من المستوى المتوسط، وهناك تمارين تكون في المتناول حتى يستطيع حتى التلاميذ الذين ليس لهم يعني المستوى المطلوب إن صح التعبير ما بين قوسين يقدروا يجيبوا نقاط ويتحصلوا على نقاط تمكنهم من النجاح، لما لا النجاح في شهادة التعليم المتوسط. طيب، بالحديث ربما عن سيرورة إجراء هذه الامتحانات، تتحدث عن اليوم الأول فيما يخص امتحان اللغة العربية، التربية الإسلامية والتربية المدنية ومادة الفيزياء. ربما معظم التلاميذ أجمعوا أن المواضيع كانت في متناول كل التلاميذ. هنا نصل فيما يخص المراجعة، وكل التمارين كانت فيما يخص في إطار المنهج الدراسي الذي انتهجه التلاميذ خلال الفصول. نعم، هو أي موضوع من مواضيع الامتحانات راح يكون من المقرر، يعني يكون من المقرر اللي كان درسوها التلاميذ، هذا أكيد. ولكن أنا حبيت نفتح قوس آخر سيداتي، قضية أربعة مواد في يوم واحد. يعني بكل صراحة هذه في علم النفس التربوي أو حتى في علوم التربية يقول لك سي أنتي بيداغوجي، كاسكو سافيدير، معناتها الأمر هذا أصعب على الممتحن. احنا كبار وكان يمدونا امتحانات، أربع امتحانات في اليوم، نحس بالضغط، نحس بأننا أمام وضع غير طبيعي، وهذا اللي ما نحبوش. احنا واش قلنا لهم كمختصين في علم النفس التربوي أو ناس في قطاع التربية متمرسين، أنصحناهم أن يكون على الأقل أو على الأكثر ثلاث امتحانات في اليوم، يعني الحد الأقصى. والأفضل أنهم يكونوا امتحانين، يعني مادتين. للأسف الشديد سجلنا أمس، وهذه نقطة سلبية، أنه كانت أربع امتحانات في يوم واحد، ولكن بالمقابل أنها احنا تكون رسالة اطمئنان. نبعت رسالة اطمئنان إلى أولياء التلاميذ وإلى الأولياء وإلى التلاميذ أنه على الرغم من ذلك رانا سجلنا البارح ارتياح كبير خاصة من التلاميذ أو من أوليائهم لكل ظروف إجراء الامتحانات يوم أمس. طيب سيد سمير جنات، ربما هذا فيما يخص سيرورة أو جدول التوقيت للامتحانات. لبس الآن أن نصل إلى تصريحات وزير التربية سيد عبد الحكيم بن عابد أمس على هامش إشرافه فتح الأظرفة بولاية تسمسيلت،
الوزير تحدث عن ظاهرة الغش وأكد أنها آيلة للزوال، خاصة بعد قانون الذي جاء ضد الغش. تحدث اليوم عن هذه الظاهرة وكيف يجب على التلاميذ مكافحتها. يعني سجلنا بارتياح إنشاء هذه الخالية اللي كاين فيها، يترأسها النائب العام وكذلك بعض الأعضاء اللي هم مدير التربية، رئيس أمن الولاية، رئيس المقاطعة للدارك الوطني. يعني شيء جميل ورائع مثل هذه الأمور، وأي إجراءات من هذا القبيل يعني تحسن مصداقية الامتحانات نحن نشجعها. صحيح. نعم. يعني من جانب الأساتذة وجانب التلاميذ أيضا. نعم. لماذا؟ لأنه سجلنا في الأعوام السابقة سجلنا عدة محاولات للغش، خاصة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا. صحيح. واستعملت للغش، شفنا تسريبات المواضيع، شفنا تصوير حتى للمواضيع من داخل القسم ويرسل إلى يعني خارج المؤسسة، ومن بعد تأتي الإجابة النموذجية إلى التلميذ هو داخل القاعة. يعني نقدر نقول لك أنه عندنا سنتين سجلنا فيهم نقص هذه الظاهرة، ظاهرة صحيح. الغش وظاهرة تسريب المواضيع بسبب أمرين. الأمر الأول هو قوة الردع. يعني شفنا قوة الردع، تدخل المصلحة القضائية الضبطية القضائية في هذا الأمر، وأحيل شحال من التلميذ وحتى مواطنين وحتى من بعض من عمال التربية إلى القضاء بسبب هذه الظاهرة. الأمر الثاني كان هناك وعي، يعني كانوا حتى في المؤسسات التربوية نصحنا التلاميذ، نزلنا إلى الميدان، بينا بلي الغش ولا طرق الغش شيء سلبي من الناحية التربوية وكذلك يعاقب عليها القضاء. لهذا الأمور هادو ساهموا الحمد لله في التقليل من ظاهرة الغش، لأننا أمام ظاهرة الغش وتسريب مواضيع لا نستطيع أبدا القضاء عليها، من المستحيل. يعني هناك بعض الأمور راح تصرى، ولكن نستطيع التقليل منها، وهذا هو المطلوب منا حاليا. طيب، ربما الأمر الإيجابي الآخر بالنسبة لما يخص هذه السنة الدراسية، هذا الموسم الدراسي، شهدنا أنه كان جرى بسلاسة ولم يشهد أي إضرابات. هذا الشيء لم يؤثر على مردودية التلاميذ بطبيعة الحال، خاصة فيما يخص إجراء امتحانات نهائية مثل امتحان شهادة التعليم المتوسط أو امتحان البكالوريا. نعم، على غرار العامين السابقين أو منذ فترة جائحة كورونا، كانت هناك حالة استثنائية، كان هناك نظام التفويج لأثر نوعا ما سلبيا على الامتحانات الرسمية اللي هي شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالوريا. هذه السنة كما أشرت إليه سيداتي كان هناك نوع من الاستقرار، استقرار على مستوى الدراسي. يعني شفنا في التمدرس تاع التلاميذ وظروف التمدرس كانت ظروف عادية، لم نسجل أي إضرابات، لم نسجل أي احتجاجات إلا اليسير أو القليل منها، لم تؤثر على السير الحسن للدروس، وكذلك لم تؤثر على الامتحانات الرسمية. هذا شيء إيجابي ونسجله من ناحية الإيجابية في هذه الفترة. طيب، ماذا عن دور الأولياء مثل ما تابعت معنا قبل قليل أثناء رصد مفاد الشروق الإخبارية لأبرز الأجواء قبل انطلاق امتحان التاريخ والجغرافيا؟ دائما ما نشهد مثل هذه الامتحانات مرافقة أولياء التلاميذ لأبنائهم الممتحنين. ربما اليوم كيف أو ما هي النصيحة التي توجهها لهؤلاء الأولياء لكي تكون هذه المرافقة تأتي ضمن إطار تطمين الابن أو التلميذ الممتحن وليس إضفاء جو من التوتر عليه؟ نعم، نادينا كثيرا بالمرافقة النفسية والتربية التربوية الخاصة بأولياء التلاميذ نحو أبنائهم، ولكن لاحظنا شيء أنه هذه المرافقة هذه هناك جانب إيجابي وهناك جانب سلبي. نبدأ بالجانب السلبي. رانا نشوفوا بلا يزيدوا الضغط على أبنائهم، خاصة يجي أمام المؤسسة التربوية ينتظر وليده ومن بعد غير يخرج، خاصة يولي يتحدث على الامتحان السابق. هذا شيء سلبي. صحيح. وهو لابد أن ننسى
ونتناسى الامتحان السابق. الأمر الثاني يولي ممكن حتى يهدوا تهديدات يقولوا علاش ما خدمت مليح دوك تشوفوا واش ندير لك إلى آخر من هذه الأمور. أيضا فيما يخص مقارنة الأجوبة مع ممتحنين آخرين. بارك الله فيك، علاش حنا نقول لهم انتهى الامتحان، يعني أغلق الملف، أغلق الملف تاع هذاك الامتحان تاع تلك المادة، ما تتحدثش عليها لا مع أوليائك ولا مع التلاميذ الآخرين. هذه كنصيحة للتلاميذ. نعاود نولي إلى الأولياء، يمارسوا بعض الضغوطات السلبية على أبنائهم مما يؤثر عليهم وهما وما زالهم في فترة امتحانات. على سبيل المثال سمعنا تلك ولية الأمر تتحدث وقالت كلام، من بين الكلام كان إيجابي جميل أنها رافقت أبنائها، ولكن قالت كلمة أي مختص في المجال التربوي يعني يعتبرها خطأ. لماذا؟ قالت أنني كنت أراجع الدروس مع بنتي، هكذا قالت. هذا يسبب نوع من الضغط على التلميذة ربما. لا، أنا من ناحية أخرى أننا شكون اللي أهل ولي الأمر أنه هو اللي يراجع ويدرس ابنه؟ أي واحد اللي يدرس الابن أو التلميذ لازم تكون عنده مؤهلات وكفاءة، وإلا راح يمدلوا معلومات خاطئة. تخيلي مثلا التلميذة هذه خدات معلومة خاطئة من ولية أمرها، كيف راح يكون الإجابة تاعها؟ لهذا احنا يا نقول ونعاود نقول إذا أنت يا مرافقة أبنائك، إذا أنت يا متمكن من تلك المادة وأنت متخصص فيها، ولا مثلا أنت عندك ليسانس مثلا في التاريخ والجغرافيا، معليش كي تقري وليدك، ولكن إذا شفت أنت يا باللي عندك بعيد كل البعد عن المجال التربوي، ابتعد في هذه الفترة عن توجيه الابن تاعك فيما يخص دروسه، ما بين قوسين دروسه. الأمر الثاني اللي لاحظناه كذلك وهو قول الصحفي للتلميذ، قال له التاريخ والجغرافيا قال له مادة الحفظ. احنا ما نقولوش هي مادة حفظ، بالعكس، حتى مادة التاريخ والجغرافيا التي ستجرى بعد دقائق هي مادة للفهم والحفظ. مثلا أعطيك مثال، هل التلميذ اللي ما يعرفش معنى التضاريس وما يعرفش معنى المناخ ويحفظها، هل الإجابة تكون صحيحة؟ احنا ما نحتاجوش إجابة كوبي كولي كما تقال. هنا ربما نصل إلى نقطة جد مهمة أستاذ سمير فيما يخص الثقافة العامة للتلميذ، وهو الشيء الذي غاب في هذا الجيل الجديد مع الأسف. حطيت يدك على مكان الجرح كما يقال، يعني مع الأسف إذا لم يحفظ التلميذ اليوم مادة التاريخ والجغرافيا لن يستطيع حل الموضوع، يعني بكل صراحة. شوفي، نفتح لك قوس آخر، نقول لك باللي كيفاش يقولوا، ركزنا كثيرا على التحصيل المدرسي اللي هو نقاط ومعدلات، ولم نركز على التحصيل المعرفي. هنا المشكل. يعني أنا نحب الابن نتاعي يكون مطالع ومثقف ويعرف عدة أمور وعنده رصيد لغوي ورصيد معرفي ورصيد ثقافي، أفضل من أنه يكون حافظ دروس فقط ثم ينساها. لأننا نعانيه ليس فقط في الأطوار الثلاث، حتى في على مستوى التعليم العالي، من هذه الظاهرة أنه الطالب يحفظ فقط وبعد الامتحان ينسى كلش، وعندما يروح إلى العمل راح يلقى نفسه ما يعرف حتى حاجة. حتى وش لقينا؟ يتكتر واحد الكلام يقولوا أنت من أصحاب شهادات ولكن أنت ليس لك رصيد لا ثقافي ولا معرفي. طيب كيف يمكن اليوم معالجة هذه المقاربة، خاصة أنه الجيل الجديد أصبح يتأثر بشكل كبير ربما بمواقع التواصل الاجتماعي وتغيرت الذهنيات؟ نعم، شفنا بزاف ندوات وملتقيات تناولوا هذا الموضوع بكثرة وبإسهاب، وكانت التوصيات على أنه ما يكونش التركيز على التحصيل المدرسي بل التركيز على التحصيل المعرفي والثقافي للتلميذ. كيف ننمي القدرات التعليمية للتلميذ من الناحية اللغوية والثقافية والمعلوماتية وليس من الناحية التحصيلية فقط؟ هذا الأمر الأول. ثانيا، كانوا منادات باش يكون خبراء من كل الميادين المتعلقة بقطاع التربية، علم الاجتماع، علم النفس إلى آخره،
باش يوضعون استراتيجية للتعاون من أجل منهاج أو مقرر دراسي يكون هو فعال وناجح ويرجع من الناحية الإيجابية للتلميذ. نعم، جزيل الشكر لك سيد سمير جنات، نقابي ومختص في علم النفس التربوي، على كل هذه الشروحات القيمة. في الأخير، هل لك أن تقدم نصيحة لهؤلاء الممتحنين، خاصة فيما يخص مثل ما أشرتم نقطة جد مهمة، المقارنة الأجوبة بعد الامتحان وبعد اجتياز الامتحان، الفترة الصباحية بالفترة المسائية؟ نعم، أول نصيحة لأبنائنا التلاميذ يبتعدوا عن الضغوطات، عن التوتر، عن كل مشوشات. مثلا أي مشوش يخليه يبعد عن التركيز ما يكونش، مثلا على سبيل المثال ما يستعملش التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، ما يستعملش الهاتف، ما يشاهدش التلفاز في هذه الفترة، يعني يضع ما بين نصب عينيه المراجعة والحفظ في هذه الفترة، ويجتنب التوتر، يجتنب الخوف، ويكون عنده ثقة في نفسه، لأن الثقة في النفس راح تخلي قدرات أخرى تخرج أثناء الامتحان، وهذاك ما نحتاجه. لماذا؟ لأن أساليب التذكر أو الاسترجاع هو أهم شيء أثناء فترة الامتحان. يعني المعلومة عندي، ولكن كيفاش نخرجها يوم الامتحان؟ هذا الأمر هناك تتحكم فيه عدة أمور. على سبيل المثال التغذية الصحية، يتغدى مليح. الأمر الثاني أنه في فترة الامتحانات يتجنب التوتر والقلق، وكذلك يتجنب الحديث مع الناس خاصة السلبيين واللي يمدلوا طاقة سلبية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الأهم، يكون قلنا عنده ثقة في نفسه، وكذلك تكون مرافقة نفسية وتربوية من قبل أولياء. يعني الأولياء في هذه الفترة مطالبون باش يوفروا كل الجو والظروف المواتية لنجاح أبنائهم. جزيل الشكر لك سيد سمير جنات، نقابي ومختص في علم النفس التربوي، على ما قدمته لنا من شروحات. مشاهدينا الكرام، إذن دائما متواصلون معكم في هذا الملف للنقاش، ولا بأس أن أرحب بضيفتي الثانية نجية بوسطة، عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. مرحبا بك معنا سيدتي بوسطة. أهلا، شكرا على الدعوة. أهلا بك. من الأكيد أنك تابعت ظروف إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة 2023، بداية كيف تقيمين الظروف التي جرت بها الامتحان؟ أظن يعني الحمد لله، وإن شاء الله يعني تكمل في هذا المسار، وولدنا إن شاء الله ربي يوفقهم. يعني ما كانش كاين مشاكل الحمد لله، هذه هي، وان شاء الله برك نفسيتهم تكون هاديه باش يقدروا يكملوا على الامتحانات اللي قاعدوا لهم ان شاء الله. طيب، بالحديث عن نفسيه التلاميذ ومرافقه الاولياء التلاميذ لابنائهم، ما هي نصائحك التي توجهينها اليوم لاولياء التلاميذ فيما يخص مرافقه ابنائهم؟ النصيحه الاولى اللي يعني انا جربتها مع اولادي هي انه نسيو نهدؤوا من الروعه تاعنا احنا، باسكو هذا يعني القلق يقدر يجوز لاولادنا. هذا واش نقدر نقول سورتو للاولياء في هذه المرحله، خلاص يعني ما بقاش، دونك لازم برك يكون الهدوء. الهدوء، الاطمئنان، ايا كانت النتيجه ان شاء الله. يعني ليسونسيال برك ما يكونش القلق في هذو اليامات تاعنا الزربه، ولا ما يكونش الرطار، يعني ينوضوا بعقلهم، يرقدوا سورتو، باسكو هذيك القرايه تاع لا ديرنيير مينوت يعني ما تجيبش نتيجه. هذا مكان يعني الهدوء والتسليم، وربي ان شاء الله يوفق. هذا واش نقول ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، نصل الان الى تصريحات وزير التربيه الوطنيه السيد عبد الحكيم بالعابد فيما يخص مكافحه ظاهره الغش في الامتحانات النهائيه اليوم. كيف يمكن للتلميذ أن يصل إلى هذه المقاربة وربما يقي نفسه من ظاهرة الغش؟ هي في الحقيقة هذا الشيء يعني كما قلت تقولي ظاهرة، بصح العملية تبدأ في البيت أولا. يعني كي الطفل يعني يتربى أنه نحذره كل مرة ونقول له بلي يعني النتيجة اللي يديها لازم تكون على حساب المجهود اللي يمده، وهذه واش راح نقول لك، التربيه تبدا في الاسره. ولكن يعني الجو برا راح ياثر، وربما يقول لك انا يا راجعت وكاين لي بالخف غش وجاب. تبقى يعني ان شاء الله نتعاونوا من كل اطراف، سواء في العائله ولا في المدرسه، ولا كيما هكا الوزاره يعني تاخذ احتياطاتها باش ما يكونش هذه ظاهره سلبيه بزاف. انا وحده وليدي كنت نقول لهم في المتوسطه كي كان دي فوا
نقول لهم الا كان شديتوا على حاجه اعطيوه صفر، انا امه راني نقول ما نحبش هذاك الغش يعني الحقيقه. وان شاء الله هذا الوعي راح نعطوه ثاني الاولياء، كاين اللي ما بالك اولياء ما يمدوش صحيح لهذه الظاهره يعني خطورتها، هذه ظاهره خطيره حتى على تحصيل التلميذ يعني ومستواه، تحصيل التلميذ والمستقبل دي واش راح يخدم في خدمته يعني من بعد. هذه ظاهره يعني ان شاء الله نقضيوا عليها إن شاء الله. طيب في سؤالي الختامي لحضراتكم سيدتي الكريمة، الآن نصل إلى نقطة جد مهمة فيما يخص التوازن في حل المواضيع ومقاربة ربما عدم المقارنة بين أجوبة التلاميذ الآخرين بعد الخروج من الفترة الصباحية والإقبال على الفترة المسائية من الامتحانات. يعني هذه تدخل في الهدوء والتسليم على انه خلاص اللي جاز ونكملوا. انا جربت بالك نعطي بالخف تجربه ديالي العام اللي فات كي جوز وليدي، يعني اليوم الاول ما خدمش في ماده اساسيه اللي هي رياضيات، وهكذاك كملنا يعني قلت له معليش خلاص. وحتى انا عاونته باش كان ماشي حافظ بزاف، يعني درت واش لازم ونوضته على 5 تاع الصباح بعد ما رقد بكري وكل شيء، درنا شويه اسئله والحمد لله سلكوا الحال. يعني ما لازمش نحبسوا على امتحان الاول ولا الثاني ولا ونقولوا ما خدمتش خلاص ونحبس يعني المجهودات، لا في الحقيقه يعني مامي لا كان متاخر كيما انا هذا المثال اللي عطيتك على وليدي ما كاش حافظ بزاف، صافي قلت ولا غير معليش ما خدمش في الاول نخليه يرقد وعلى 5 نوضوا نديروا بعض الاسئله برك هكاك خفيف ولا غير فادوه والحمد لله. دونك النصيحه اللي لازم ياخذوها الاولياء بعين الاعتبار انهم يشجعوهم حتى لاخر لحظه ويعاونوهم بواش قدروا. رسالتك الختاميه للتلاميذ الذين يجتازون في هذه الاثناء امتحان التاريخ والجغرافيا. الوغ يعني رسالتي انهم يمدوا كاع واش عندهم وياخذوا وقتهم حتى لاخر لحظه وان شاء الله ربي يوفق الجميع وينجحهم ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لهم في اجتياز امتحان شهاده التعليم المتوسط.